وينضم إلينا حول هذا الموضوع الصحفي والناشط السياسي كامل الخوداني. أستاذ كامل، مساء الخير عليك. لنبدأ من حيث انتهى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، السلام أو الحرب؟ أي المسارين أقرب على ضوء المعطيات على الأرض بما فيها تصعيد ميليشيا الحوثي؟ مساء الخير، وسعيد أن أكون سعيد بوجودي معكم في هذه المناسبة اللقاء الموسع اليوم الإعلامي للمقاومة الوطنية. بالنسبة لسؤالك عزيزتي، الحوثي كما هو معروف لا يؤمن بالسلام، ليس في أجندته ولا في مشروعه ما يوحي إلى أنه يتجه إلى السلام. لا يوجد اي بوادر لعمليه السلام. الحوثي لا زال يحشد حتى هذه اللحظه. الحوثي كل ما يقوم به الان من اعمال سواء بالبحر او سواء بالبر كلها تدل على انه لا يبحث على السلام بقدر ما يبحث على اي عذر على المواجهات. الحوثي نعلم جميعا والمستمع يعلم بان الحوثي يقتاد على مسألة الحرب وعلى الحروب بشكل دائم. الحرب وسيلة نجاح بالنسبة للحوثي، تعفيه من أي التزامات، تعفيه من أي مطالب للشعب، سواء كانت مرتبات أو سواء كانت حقوق أو مستحقات، تمنحه فرصة للاستبداد بالناس. الشرعية حتى الآن تمد يدها للسلام، لا زالت مادة يدها للسلام وتحترم الوساطة الدولية ووساطة الأشقاء في سلطنة عمان أو في السعودية وتمد يدها للسلام، لكن كل المؤشرات على الأرض تدل على أن الحوثي لا يتجه إلى السلام بأي شكل من الأشكال. نعم، إذن الحوثي كما قلت لا يبحث عن السلام بقدر ما أن الحرب هي وسيلته دائما. أستاذ نعم كامل، صحيح. لو أجرينا مراجعة سريعة لكلمة العميد طارق صالح، ما أبرز الرسائل التي حملتها ومن الجهات المعنية بها؟ كانت الكلمة اليوم رائعة جدا وحملت الكثير من الموجهات سواء للناشطين والإعلاميين والصحفيين أو سواء للمكونات السياسية. كانت أهم محاورها هو دعوتها إلى توحيد الصف وتوحيد الخطاب الإعلامي، وأن يكون الخطاب الإعلامي متجه باتجاه توحيد الصفوف وعدم حرف مسار الخطاب الإعلامي فيما بيننا أو ما بين الأطراف، وتوجيه الخطاب الإعلامي بشكل كامل باتجاه الحوثي، وخصوصا بأن الحوثي ونبه العميد طارق إلى نقطة مهمة جدا وهي الخلايا الإلكترونية التابعة للحوثي والتي تعمل على خلخلة الجبهة الإعلامية عبر ذبابها الإلكتروني ومعرفاتها الوهمية، بحيث تعمل على شق الصف بأي شكل من الأشكال، وهذه نقطة مهمة جدا. وأعتقد بأنه على المكونات وخصوصا الدوائر الإعلامية والمشرفين الإعلاميين في كل طرف من الأطراف أو كل حزب من الأحزاب نعم المنضمين تحت إطار الشرعية نعم أن تعتبر هذه موجهات بالنسبة لهم يتم تعميمها على كافة الناشطين وعلى كافة الإعلاميين والصحفيين التابعين لهم. الشيء الآخر والأهم، تحدث العميد طارق عن عمليات الحوثي وما يقوم به الآن من عمليات في البحر الأحمر، وهذه العمليات لا تخدم غزة بل استغلها الحوثي أسوأ استغلال، خدمة لمشروع إيران، وهذا كما هو معروف خدمة لمشروع إيران، وفي نفس الوقت هروب من الالتزامات التي كانت في الفترة الماضية عليه ضغوطات كبيرة جدا من الشارع، مطالبة بالرواتب ومطالبة بالاستحقاقات ومطالبة بالخدمات، فجاءت فرصة غزة للهروب من هذه الالتزامات ومن هذه المطالبة المستحقة. نعم، أستاذ كامل، أعذرني على المقاطعة لنتحول إلى نقطة أخرى. تطرق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى عرقلة ميليشيا الحوثي لإعادة العالقين في السودان إلى داخل اليمن، في أي سياق نفهم هذه الجريمة؟ كما ذكرت لك في البداية، الحوثي يبحث على أي سبب من أسباب المواجهة أو بأي شكل من الأشكال. ليس للعلم والإحاطة ليست هذه الطائرة الوحيدة التي قام بمنعها، قام كذلك اليوم بمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مأرب،
وحذرهم من الهبوط، وعادت ادراجها الطائره الامميه. الحوثي لا يعنيها المواطنين ولا يعنيها اليمنيين. لو كان يبحث عن كرامة مواطن، هؤلاء عالقين. تكرم العميد طارق صالح مشكور بالتكفل بنقلهم على حسابها الخاص. لو كان يعمل حساب للمواطن، هؤلاء كان لم يصل به الوقاحة إلى حد إنه إلى حد منع هذه الطائرة من الهبوط. الحوثي يريد أن يثيرنا أو يثير بقية الأطراف الشرعية لافتعال مواجهات، حتى يعود بالملامة على أطراف الشرعية بأنها من بدأت وبأنها من أرادت هذه المواجهات أو أرادت هذه الحرب. وأنا بالمناسبة أؤكد بأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نطالب الشرعية بكل مكوناتها ابتداء من مجلس قيادتها الرئاسي بسحب كل الأبراج الموجودة والأجهزة الموجودة لدى الحوثي. من المعيب بعد 10 سنوات بقاء هذه الأجهزة وبقاء تحكم الطيران وأحداثيات الرحلات متواجد لدى الحوثي وسيطرة الحوثي. نعم، إذن كامل الخوداني الصحفي والناشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.